صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن أويس القرني رحمه الله كان حيا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعه بر أمه من الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينل شرف الصحبة؟ عليك أن تراجع ترجمته، ترجمة أويس القرني، تراجعها تجد إن شاء الله ما تقول. نعم.